الله فكرة حلوة باربيكيو. يلا يا عيال. لا 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 وين أكمل باقي الخطة. ها إيش صاير؟ إيش فيك؟ قومي قومي إيش فيك؟ إيش صاير؟ ها وين العيال؟ وين العيال؟ العيال وين؟ الحمد لله. يلا يا عيال يلا سمو سمو يلا. يبا شفيك ما تاكل؟ يبا هاليومين كله ما تاكل عدل وسرحان. انا يبا طمني عليك لا تكون تعبان. اذا تعبان قول لنا روح ارتاح واحنا بنسوي كل الشغل. لا 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 حبايبي انا مو بتعبان بس في موضوع ابي اصارحكم فيه بس توعدوني ما تزعلون انا اهم شيء عندي راحتكم. يبا ايش فيك قول واحنا مستحيل نزعل منك. صح يبا احنا مستحيل نزعل منك. يا عيال انا قررت شنو اتزوج. شنو ها شكلهم يزعلوا انا عارف حظي انا عارف حظي. صد يبا يبا انت تتكلم جد؟ انا يبا قول انك تتكلم من جد. الصراحة ايه الله ناسه. ها يعني بتكون لنا ام مثل ربعي. انا وايد فرحانة يا يبا يعني بتكون عندنا ام تساعدك وتهتم فينا. الحين انا مو فاهم انتوا الحين زعلانين فرحانين ولا مستانسين؟ ايه وايد يبا. الله فكرة حلوة باربيكيو. يلا يا عيال. لا 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 وين لا خلي اليهال عندي ما بيقعدوا بروحي انت روحي لي بالحطب واحنا بنجهز القعدة. باي. الحين برسلهم صوب الغابة المسحورة اللي دش ما يقدر يطلع أبد أبد أبد. يا عيال تعالوا 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 حبايبي تعالوا اسمعوني عدل الحين أبيكم تروحون هالصوب في نبع ماي حلو يبونا منه. اسمعوني عدل لازم تمشون في خط مستقيم لين تلاقون النبع. وها ما بيكم ترجعون بدون ماي. سمعتوا ولا ما سمعتوا حبايبي؟ ايه يما ان شاء الله. يلا يلا روحوا بسرعة بسرعة. والحين لازم اكمل باقي الخطة. ها ايش صاير؟ ايش فيك؟ قومي قومي ايش فيك؟ ايش صاير؟ ها وين العيال؟ وين العيال؟ العيال وينهم؟ حاولت حاولت يا زوجي العزيز حاولت أنقذهم بس ما قدرت كلاهم الذيب والشرد عيالي
عيالي وين الحب؟ من أي صوب؟ الصوب صوب الغابة المسحورة. ما نقدر نلحقهم عيالي. هات انزين يلا روحوا عاد مو فاضيه لكم. شهود ليش ما تتصرف معانا كذي؟ احنا ما سوينا شيء. ما ادري والله بس يمكن تكون تعبانه. خلاص لا تصيح ولا تعلم ابونا اللي فيه انكفيه. انا ما راح اقول له لاني شايفه فرحان ومستانس ويمكن تتعود علينا مع الايام. نعطيها فرصه. اوكي ايش فيك مادة البوس شبرين قدام؟ ايش صاير؟ قول شنو اللي ما صار. اسمعني عدل، عيالك وايد مزعجين، وايد 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 مزعجين، وبعد ما يسمعون كلامي. خلاص لا تزعلي نفسك، انا بكلمهم وبقدمهم بنفسي. ان شاء الله يسمعون كلامك. لا 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 لا، هاي مو بطريقة. هاي لازم افكر في حل اتخلص منهم نهائيا والى الابد. شنو اسوي؟ لقيتها. يا يبا احنا ما سوينا شيء. خلاص عاد ما ابي اسمع ولا كلمه، روحوا واعتذروا لها بسرعه. ان شاء الله يبا. احنا اسفين، احنا بنعتذر بس احنا ما ندري ليش احنا بنعتذر. خلاص دام اعتذرتوا انا سامحتكم. ايش رايكم بهالمناسبه نروح رحله ونستانس؟ الله وناسة. خلاص جهزوا أغراض الرحلة وبنطلع من الصوب. الله انتي وايد طيوبة يا زوجتي العزيزة. وايد طيوبة. مالت